شرف صباح لي. الفل. صباح الفل، والشرف ليا طبعا دايما التواجد معاكم هنا في قناه النادي الاهلي. اللي متشرفين وسعداء كالعاده بوجودك معانا. وخلينا نقول السؤال الاول، ايه اللي مو صلاح بيعمله ده يا برنس؟ هو ايه اللي هو ما عملوش؟ خلاص دلوقتي محمد صلاح تقريبا، عارف بنقول له ايه، هو بقى اول واحد يعمل اي يعني اي حاجه. يعني صحيح. خلاص الارقام نفسها هو الحمد لله تقريبا كسرها كلها، ودلوقتي هو بيبقى اللي هو ايه، محمد صلاح اول لاعب يسجل هاتريك في اولد ترافورد مع ليفربول، اول لاعب يوصل ل 10 مباريات متتاليه في مسابقات مختلفه مع ليفربول ان هو بيسجل طبعا. النهارده هو الهداف افريقيا الاول في البريمير ليج. يعني لما تحطم رقم الاسطوره زي ديدييه دروجبا، ده مش حاجه سهله في الدوري الانجليزي. يعني يمكن الوحيد اللي قريب منه ساديو ماني زميله، الفرق 7 اهداف، لكن يعني هيبقى صعب، يعني لو هم مشوا بنفس المعدل هيبقى صعب ان ساديو ماني في المستقبل حتى ان هو يعني يكسر رقم صلاح كهداف افريقيا الاول في البريمير ليج. كل حاجه محمد صلاح تقريبا امبارح عملها في الماتش، عمل اسيست، جاب هاتريك، فريقه كسب 5-0، موجود في صراع الصداره يعني قريب من تشيلسي، ويعني هو ومان سيتي الثلاثه هم دلوقتي اللي في صراع بالظبط في البريمير ليج. فمحمد صلاح الصراحه هو فعلا الحاجه الوحيده اللي ناقصه ان احنا نشوفه هو يا اما بالبالون دور يا اما بذا بيست، حاجه اللي هي افضل لاعب في العالم هو اكيد يعني يستحقها. لو ما خدهاش نصيبه ما كانش موجود فيها السنه دي لاي ظروف تتعلق به، ان في لعيبه تانية خدت بطولات وليها كريدت في نهايه الموسم الماضي عن محمد صلاح، فاكيد لازم الارقام دي مع كاس الامم لازم المنتخب ان شاء الله يعمل حاجه تساعد صلاح ان هو يعني في المسيره دي ان هي تبقى تضاف ليه ان هو في لقب دولي، مع لو ان شاء الله المنتخب قدر يصعد لكاس العالم. كل دي ممكن بقى عوامل تخلي ان في 2022 يبقى الموضوع محسوم، الا بقى لو في، لو بنتكلم في تدخلات الميديا الاخرى في العالم او حسابات اخرى هي دي اللي ممكن يعني تبعده شويه. كلام محترم. وكمان هاتريك بتتكلم من 2003 على ضد مانشستر يونايتد لحد 2021، 18 سنه، واخرهم كان رونالدو البرازيلي طبعا. هو اللي محقق ده لما كان مع ريال مدريد. فانت بتتكلم في حاجه برضو يعني بتكسر ارقام انت حتى بعد سنين طويله، يعني حاجه الصراع اصلا التاريخي ما بين ليفربول ومانشستر يونايتد بيدي اهميه للهات، يعني الهاتريك ده نفسه بتسجل في اولد ترافورد، واللي هو الملعب اللي كان مع بدايه وجود صلاح في ليفربول كان بيتقال انه ملعب صعب على صلاح، او مانشستر يونايتد هو الفريق الاصعب اللي صلاح مش قادر يسجل فيه. صحيح. لحد ما الاسيست الشهير بتاع اليسون لمحمد صلاح اللي جاب بيه هدف وفتحت الدنيا. النهارده صلاح تقريبا وصل ل7 اهداف في مانشستر يونايتد في مختلف البطولات، بيسجل هاتريك في اولد ترافورد للمره الثالثه، بيسجل في اولد ترافورد الملعب اللي هو مسرح الاحلام اللي بنقول عليه. فلا يعني صلاح زي ما قلنا هو بيجدد الدوافع لنفسه، وازاي انا السنه دي دايما اهدافه هتلاقي فيها حاجه ممتعه طبعا. يعني هو دايما صلاح معتادين عليه ان الراجل في الوينج بيخطف بسرعه وبياخد الانفراد، بيحط الكوره بشكل معين او تسديدات معينه من خير. لا السنه دي هو نفسه عامل ده لم فرق يعني كتايب الدفاع في فرق بالظبط، يعني مانشستر سيتي وفي ماتش واتفورد وفي اتلتيكو مدريد، يعني حتى اتلتيكو مدريد حاولوا يدوروا ان ميلنر هو اللي يتسجله، لكن لا في الاخر كان لازم يتسجل الهدف باسم صلاح. فهو يعني فكره ان هو بيجدد دوافع نفسه. والسنه دي حتى صلاح مرتاح نفسيا، تلاقي حتى تصريحاته بيتكلم بقى، رجع بيتكلم كتير في الميديا هناك، وده حاجه على فكره كويسه ان هو يظهر بعد كل ماتشات مان اوف ذا ماتش، بيطلع بتصريحات كلها كويسه. لسه عامل تصريح لشبكه اوروبيه وشبكه عربيه.